يا ولدي شريت كفر جديد. لا 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 بروحي. صدق؟ اي نعم بروحي. ما شاء الله، يعني دخلت الابليكيشن ونقيت الكفر وشريته؟ دخلت الابليكيشن هذا، شريت الكفر ووصل استلم. يا سلام عليك. اي دخلت الابليكيشن، رحت نقيت الكفر. ها يا سلام، وعجبني. شنو ماركتها؟ ريسر. ريزر. اي زين زين وايد زين. لا لا اسمه ريسر. لا ريسر يعني متسابق سيارات. ريزر ريزر اللي علامتهم خضراء ولهم جيمنج. خلاص ريزر يا بوي. ايش فيها؟ هذا يقول لك في مميزات. اوه الو. ها هلا ابو صالح. دق علي؟ لا دقيت عليك بشوف الرسالة. زين لما ركبت الكفر الجديد؟ شنو مو زين؟ لا طلع زين خلاص. لا يلا يلا زين. أقول لك أيوه. هذا فيه مميزات بس بقول لك إياها على طريقة ريسر الخاصة. أوراي تعال يا ثلج تعال. الكفر يا وليدي يحمي جهازك من البرودة الشديدة. دير بالك يبر. زين ناد الناري يبر تموت. طبعا ما ننسى شدة الحرارة، الكفر هم يحمي جهازك بشكل كبير من الحرارة. عرفت شلون يا وليدي؟ لا تموت يبر. لا تخاف بس. والأهم من هذا كله بعد، الكفر قوي. شوف القوة. شوف Fatality. ايش رايك فيني؟